عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة لكل أم ولكل أب ولأي حد شغال مع الأطفال التوحد، هنتكلم في عدة نقاط مهمة ورئيسية في كيفية تعديل بعض المشكلات اللي بتكون موجودة عند طفل التوحد. أحب أقول لكل أم ولكل أب في 5 مشاكل سلوكية رئيسية دايما بنقابلها مع أطفال التوحد. نقول ايه هي المشاكل دي؟ هي ايذاء النفس. زي ايه يا ماما؟ ان الطفل مثلا يعض ايده، ودي موجودة كتير عند اطفال التوحد، او يخبط راسه في اي طوفة او اي حيطة. تاني حاجة العدوانية، برضو زي ايه العدوانية؟ ان الطفل يضرب الاطفال الاخرين او يبصق عليهم. تالت حاجة الفوضى، زي ايه؟ انه يرمي الاشياء او يصارخ او يسيب المكان ويمشي. رابع حاجة التكرارية، زي ايه؟ ان الطفل يضع الاشياء في فمه او انه يكرر الاسئلة او الاصوات بشكل مستمر. 5 حاجة سلوكيات مفتقدة، زي ايه السلوكيات دي؟ الاندفاعية، الطفل اللي بيتجنب وبيبعد انه يحتك مع الاخرين بشكل مباشر، والطفل ما بيكونش عنده الرغبة في انه غير روتين حياته اليومي. معكم رامي رشاد اخصائي التربية الخاصة. احب اقول لكم انه في 2 من الوسائل العلاجية السلوكية للمشاكل اللي احنا ذكرناها دي كلها. وسائل بتتناول المشاكل اللي بتظهر عند الطفل خلال اليوم الدراسي في المدرسة. تاني حاجة وسائل بتتناول المشاكل اللي بتصير الفوضى في الأنشطة التعليمية، وبتعتبر مشكلة كبيرة بتعوق في اكتساب الطفل لمهارات جديدة بشكل مباشر وبشكل سهل وبسيط. طب ناخد أمثلة عشان نحاول نفهم اللي احنا بنقوله ده. ناخد مع بعض السلوك الأول، إيذاء النفس، زي مشكلة عض اليد. في أطفال كتيرة احنا بنشوفها بيعضوا ايديهم. طب يلا ناخد مع بعض نحلل السلوك، نحلل سلوك عض اليد. سلوك عض اليد ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة ان الطفل بيعمله عشان يعبر عن طريق الضغط على الاخرين عشان ينفذوا اللي هم عاوزين، اللي هو عاوزه. الطفل بيعمله عشان يضغط على الاخرين انه ينفذوا اللي الطفل عاوزه، او الطفل مثلا بيعمله عشان مش عايز يشارك في تنفيذ امر معين. اوكي؟ الالم اللي بينتج من العض ده ان الطفل بيعمله مش بيكون قوي بزيادة، بيسبب اصابة في الايد مؤلمة بشكل كبير. لكن احنا بدورنا محتاجين ان احنا نفكر ونبتكر وسيلة اخرى كسلوك بديل يساعد الطفل، نساعده انه يعبر على احساسه بالضغط وعدم الرغبة بشكل مختلف غير سلوك العض. الهدف من السلوك، الهدف ان احنا بنعلم الطفل سلوك بديل. احنا دلوقتي بنتكلم على الهدف، بنعلمه سلوك بديل، بنساعده ان يوصل احساسه بالضيق وبنمنعه عن عض ايده. طب وسيلة التدخل، ازاي نتدخل؟ لو انت كأم او انت كأخصائي او أخصائية بتشتغل مع الطفل وانت بتدربه او انت جالس معاه، لازم تلاحظ الطفل بشكل دقيق جدا جدا. وفي اللحظة اللي الطفل او ابنك فيها بيبدأ يعض ايده، لازم تكوني او تكون انت جنبه وتمنع وصول ايده لفمه بشكل سريع، وتضع ايده على الطاولة اللي امامه وتقول له يدك تحت، وهز رأسه وقول له لا. وبعد كده بعد مباشرة ابدأ اكافئه، اعززه بقطعة بسكوت، قطعة شوكولاتة، اي شيء اقدر اعززه بيها. اوكي؟ بعد كده تدريجيا الامور بتبدأ تنحصر ثم تختفي السلوك. ناخد مشكلة تانية وهي مشكلة هز الرأس. يلا نحلل المشكلة دي مع بعض. الطفل بيهز راسه عشان يحصل على الاهتمام من الاخرين، يهتموا بيه. والطفل بيكون معتقد ان الام او الاشخاص اللي بيشتغلوا معاه هيستجيبوا للي هو عايزه من خلال الهز ده، سواء كده امامي او جانبي. اوكي؟ الهدف من السلوك ده ايه؟
احنا عايزين هدف ان احنا نقلل هز الراس، بنقلل هز الراس عند الطفل عن طريق تغيير استجابة الام او الشخص اللي شغال مع الطفل. بمعنى ايه؟ بمعنى عدم الاستجابة. يعني احنا ما نستجيبش لاي حاجة الطفل عايزها لما يعمل السلوك ده. طيب ازاي اتدخل عشان امنع حدوث السلوك ده او اغير السلوك ده؟ عن طريق الالعاب والانشطة اللي بيقوم بيها الطفل واحنا جالسين على الطاولة مع بعض، او في كرسي في الجلسة مثلا، زي البازل مثلا، بضع الطاولة او الكرسي بحيث ان الطفل لما يهز راسه ما يضربهاش في الحيطة في الطوفة وراء، بعيد عنها شوية عشان اخد حرصي على سلامة الطفل. واي لحظة الطفل يبدأ يهز راسه هياخد الادوات مثلا على سبيل المثال البازل، وابعد عنه واديله ظهري، ادي ظهري للطفل وابدأ اعد لحد 10، ثم اتدور ناحية تانية ناحية الطفل واديله الادوات واحاول اساعده مساعدة بسيطة في انه يبدأ ينجز البازل بشكل صحيح، وابدأ في الخطوات دي لحد ما الطفل ينتهي من السلوك خالص ويختفي. لازم اشتغل على الخطوات دي بالطريقة دي لمدة على الاقل اسبوعين، واعمل جدول اسجل فيه مرات الخبطات اللي الطفل بيهز فيها راسه مثلا وبيهز جسمه، واكافئ الطفل اعززه لو انتهى من هذا السلوك. يلا ناخد مع بعض مشكلة ثالثة، وهي مشكلة صفع الوجه، الضرب على الوجه او الضرب على الجسم. نحلل المشكلة مع بعض. ان الطفل بيبدأ يضرب وجهه او وجه الاخرين، ودي بتكون وسيلة من وسائل التعبير اللي بيقوم بها الطفل عن غضبه، عن زهقه. كل ما الطفل بيزود الألم على نفسه ده بيكون بيعبر انه متضايق جدا، متضايق. الهدف ايه؟ ان احنا نتدخل لمنع هذا السلوك. طب نتدخل ازاي؟ وسيلة التدخل، مجرد ان الطفل يبدأ يضرب وجهه، انا دوري كأم او كشخص شغال مع الطفل امسك وجهه بايديا الاتنين بهدوء طبعا كده، انا مركز جدا قبل ما الولد يعمل كده على وجهه، هو روح انا امسك يده على وجهه بهدوء بايديا الاتنين واعمل له كده واقول له بصوت عالي ضرب لا ضرب لا. الطريقة دي بتساعد الطفل ان يتوقف عن ضرب وجهه، وبتقلل الضغط على الطفل، وبتؤدي تدريجيا الى التوقف عن ايذاء نفسه تماما. الموضوع محتاج صبر، احب اوضح لكم الموضوع محتاج صبر. مش كل ولي امر يكون نفسه كابن كزرار يضغط عليه لكل السلوكات دي تتغير، لا، احنا بنعدل سلوك طفل، سلوك انساني مش اهل. هو لازم نكون فاهمين ان الموضوع ده بيحتاج صبر، مش مرة ولا اتنين، لازم صبر وهنركز مع الطفل. ناخد سلوك تاني اللي هو سلوك العدوانية. المشكلة في العدوانية ان الطفل بيضرب احد الكبار على وجهه، عدواني، الطفل عدواني. نحلل السلوك مع بعض. الطفل بيضرب الاخرين يعتبر وسيلة للطفل بيعبر عنها عن موقف طفل مش بيحبه، الطفل مش بيحبه فبيعبر بالطريقة دي، او مثلا بيكون كوسيلة للتعبير ان الطفل مش قادر يتواصل ويفهم مع الاخرين. وبما ان التواصل هو الهدف الاساسي اللي بنسعى عليه للطفل التوحدي، التواصل طبعا، فمش هينفع ان احنا نقضي على التعبير عن مشاعره. ولكن المهم هنا ان انا اتدخل عشان اعلمه بطريقه احسن لتوصيل رسالته للاخرين. لو قدرنا ان احنا نعلم الطفل وسيله تانية للتعبير عن رغباته، بكده هيختفي السلوك الضرب تماما. طب الهدف ايه؟ ان انا بنتكلم دلوقتي عن نقطه الهدف، ان انا اعلم الطفل اشاره تعبر عن طلبه لشيء معين هو عاوزه، او اشاره تعبر عن عدم رغبته بشيء معين، او ان في شخص بيزعجه او في شيء بيزعج الطفل. طب وسيله التدخل، اتدخل ازاي لما الطفل بيحاول يضرب مثلا احد من الاشخاص، او مثلا الشخص اللي شغال معاه اثناء مثلا الجلسه او مع ماما وهو جالس؟ لابد ان اتعامل مع الطفل بحزم مش بقوة، بحزم. في فرق كبير ان انا اكون حازم وان انا اكون عنيف مع الطفل، واحاول منع يده بهدوء واقول له بصوت عالي ضرب لا، بصوت عالي مش باشارة، ضرب لا. امنع ايده بهدوء اقول له ضرب لا، واعلمه في نفس الوقت طريقة بديلة اللي هو السلوك البديل،
وابدأ أكافئه لو بدأ ينفذ الطريقة بشكل صحيح، وبعد كده أسيب الطفل يلعب بعض شوية مع الوقت، بعض دقايق يعني 3-4 دقايق، ثم أرجع مع الطفل أشتغل معاه مرة تانية. وما أشتغل مع الطفل أبدأ معاه بنشاط سهل، النشاط ده الطفل بيتقنه، بيعرف يعمله بشكل كويس جدا، عشان يبقى فيه حافز ومكافأة ليه. الله أنت شاطر، برافو، عرفت تعملها. وأساعده وأكافئه وأبدأ أعمل له علامة خلاص للتعبير عن بدل الضرب، وادي له بسكوت، ادي له شوكولاته، عشان الطفل يبدا يتطور بشكل سهل وسريع، وان شاء الله يختفي السلوك ده بشكل كبير. ناخد مع بعض مشكله تانيه، هي مشكله عض الاخرين. الطفل بقى مش بيعض يده، لا بيعض الاخرين، ودي مشكله انا بشوفها يعني كتير من اولياء الامور، وكتير بيشتكوا لي من النقطه دي. طب يلا نحللها مع بعض. سلوك العض زيه بالظبط زي ضرب الاخرين، يعني هو الطفل بيعض زي ما بيضرب الاخرين، بيعبر بيه الطفل عن شيء مش بيحبه او عدم رغبته في شيء معين. الهدف ايه بقى؟ الهدف ان انا اعلم الطفل وسيله بديله للتعبير. طب اتدخل ازاي؟ وسيله التدخل لما الطفل يبدا يعض المدرس او اي طفل اخر، او يعض ماما في البيت، اذهب للطفل مباشره وارفعه مثلا، لو انا كاخصائي مثلا، او انا كأم قاعده مع الطفل او جالسه معاه على كرسي، اروح بسرعه اول ما ضرب الاخرين اعضه، اروح من تحت ايدين الطفل كده، اروح شايله بهدوء طبعا، وارفعه من على كرسي من تحت دراعه الاثنين، واخليه يجلس في كرسي اخر في ركن من اركان الغرفه، واضعه على الكرسي وجه الطفل للحيطه او للطوفه، واتركه في الحال، ومش هقول له اي شيء تماما، بتجاهل. انا بس غيرت البيئه، شلته من تحت ذراعه بهدوء طبعا، وجلسته على كرسي بعيد في ركن من اركان الغرفه، وخليت وجهه للحيطه او للطوفه من غير ما بتكلم مع طفل خالص. طبعا الطفل هيقعد يبكي، انا طبعا بعمل عمليه تجاهل، انا بتجاهل بكاء الطفل تماما، بس لمدة قد ايه؟ من 10-15 ثانية. طب انا هعرفها ازاي العشرة والخمستاشر ثانية؟ اعد 1001 2002 2003 2004، كده يبقى انا ماشي لحد ما اوصل لالف وعشرة او لالف وخمستاشر، يبقى انا كده متميت العشر ثواني او الخمستاشر ثانية، واجري اذهب للطفل مباشرة واخده وارجعه مكانه كأن شيئا لم يكن، وابدأ اشتغل معاه تدريجيا كأن شيئا لم يكن. ولو اتكرر الموقف ده اكتر من مرة، انا بعمل الموقف ده مع الطفل، لما يعمل السلوك ده الطفل هيفهم اللي احنا عملناه معاه ده بسبب عض الاخرين، ومع الوقت سيختفي هذا السلوك تماما. بس في نقطة مهمة جدا، ما ينفعش اترك الطفل في الكرسي بتاع العقاب ده فترة طويلة عشان الطفل ما ينساش السبب، لان الطفل التوحدي بيكون عنده نقص في الانتباه. واضحة الأمور؟ لازم نكون مركزين جدا عشان نقدر نستوعب الموضوع بشكل سهل، ولازم ان احنا نصبر. موضوع الصبر ده موضوع مهم جدا جدا جدا، لازم نكون نصبر على الموضوع ده. طيب تابعونا جيدا جدا جدا في المشاكل الجاية السلوكية، لان ان شاء الله بإذن الله هيكون في تحليل والهدف وكيفية التخلص من المشاكل السلوكية عند أطفال التوحد قريب جدا. يا ريت لو نعمل شير وننشر الفيديو ده لكتير من الأمهات عشان كل الأمهات تستفاد. ربنا يبارك في أولادنا جميعا، وإن شاء الله دمتم بخير. ولو احتاجتوا أي حاجة أو أي استفسار تقدروا تضغطوا على رابط الواتساب هيوصلكم بيا مباشرة، وأهلا وسهلا بكل استفساراتكم بكل اقتراحاتكم على الواتساب الخاص بي. ودمتم بخير. رامي رشاد، أخصائي التربية الخاصة.